بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب الفوائد المترعة الحياض للعلامة الشيخ شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي، شرح كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والأنكاث جمع نكث، وهو الغزل المنقوض. وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها. قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. روى الحافظ محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة عن عمير بن عبد الله قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على منبر الكوفة قال: كنت إذا سكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأني، وإذا سألت عن الخبر نبأني. يعني إذا كنت جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ساكت كان هو يبتدئني بالحديث، وإذا سألت عن الخبر نبأني، وإنه حدثني عن ربه عز وجل قال: قال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية وأهل بيت كانوا على ما كرهته من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. هذا غريب، وفي إسناده من لا أعرفه. إذا لا يأتي الإنسان قائل فيقول، هي في الحديث يقول: وارتفاعي فوق عرشي. هذا الحديث يعني إذن، يعني وكان ينبغي على الشيخ أن لا يورده بالأصل، لا ينبغي أن لا يورده بالأصل. كلام جميع المفسرين يدل على أن المراد لا يغير ما هم فيه من النعم، لا يغير ما هم فيه من النعم إلى إنزال العذاب. هكذا لابد أن يكون هنا كلمة محذوفة ساقطة. كلام جميع المفسرين يدل على أن المراد لا يغير ما هم فيه من النعم إلى إنزال العذاب إلا بأن يكون منهم المعصية والفساد. فلا بد من كلمة إلى هنا قبل إنزال. لا يحولهم من النعمة إلى النقمة إلا بسبب المعصية، ولا تنقلب من النقمة إلى النعمة إلا بسبب الطاعة. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري:
يقال إذا غيروا ما بألسنتهم من الذكر غير الله ما بقلوبهم من الحظوظ، فأبدلهم به النسيان والغفلة. وإذا كان العبد في بسطة وتقريب وكشف بالقلب ووقت وترحيب، فإن الله لا يغير ما بهم حتى يغير ما بأنفسهم بترك أدب وإخلال بحق أو إلمام بذنب. ويقال إذا توالت المحن وأراد العبد إزالها زوالها فلا يصل إلى النفض منها إلا بأن يغير ما هو به، فيأخذ في السؤال بعد السكوت وفي إظهار التضرع بعد السكون، فإذا أخذ في التضرع غير ما به من الضر أو غير ما به من الضر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم فترك قيام الليل أشار بهذا إلى أنه سلب عنه حلاوة المناجاة، ولولا ذلك لم يمكنه الترك، لولا أن الله سلبه لذة المناجاة لما استطاع أن يترك قيام الليل، لأن هذه اللذة هي التي تحركه وهي التي تنهضه وهي التي توقظه. قالت رابعة العدوية: اعتللت علة قطعتني عن التهجد وقيام الليل، فمكثت أياما أقرأ حزبي إذا ارتفع النهار، لما يذكر فيه أنه يعدل بقيام الليل. قالت: ثم رزقني الله العافية وكنت قد سكنت إلى قراءة حزبي بالنهار، يعني اعتدت عليه وواظبت عليه. قال: فبينما أنا ذات ليلة راقدة رأيت في منامي كأني دفعت إلى روضة خضراء وفيها طائر وجارية تطارده كأنها تريد أخذه، فشغلني حسنها عن حسنه، فقلت: ما تريدين منه؟ دعيه، فوالله ما رأيت طائرا أحسن منه. قالت: فهل لا أريك شيئا هو أحسن منه؟ قلت: بلى. فأخذت بيدي فدارت بي في تلك الروضة حتى انتهت بي إلى قصر، فاستفتحت ففتح لها، فدخلت إلى بيت يحار فيه البصر تلألؤا وحسنا، ما أعرف في الدنيا شبها أشبهه به. فبينما نحن نجول فيها إذ رفع لنا باب يخرق إلى بستان، فأهوت نحوه وأنا معها، فتلقانا فيه وصفاء كأن وجوههم اللؤلؤ بأيديهم المجامر، فقلت لهم: أين تريدون؟ قالوا: نريد فلانا قتل في البحر شهيدا. قالت: أفلا تجمرون هذه المرأة؟ قالوا: لقد كان لها في ذلك حظ فتركته. الحديث عن رابعة. قالت هذه المرأة: أفلا تجمرون هذه المرأة، يعني رابعة. قالوا: لقد كان لها في ذلك حظ فتركته. قالت: فأرسلت يدها من يدي ثم أقبلت علي، أو فأرسلت يدها من يدي ثم أقبلت علي فقالت: صلاتك نور والعباد رقود، ونومك ضد للصلاة عنيد، وعمرك غنم إن عقلت ومهلة، يسير ويفنى دائبا ويبيد. قالت ثم غابت،
واستيقظت فوالله ما ذكرتها فتوهمتها إلا طاش عقلي، يعني من شدة تحير عقلها من شدة جمال وروعة ما رأى أو من شدة النصيحة التي وجهت لها. قال دهثم: ما نامت رابعة بليل بعد هذا حتى ماتت. وعن أبي سعيد القاري قال: نمت ذات ليلة عن حزبي فرأيت في منامي كأن قائلا يقول لي: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر، والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري، من بين منقول إلى حفرة يفترش الأعمال في القبر، يفترش الأعمال في القبر، وبين مأخوذ على غرة بات طويل الكبر والفخر، عاجله الموت على غفلة فمات محسورا إلى الحشر. باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هي مرت معنا هذه سابقا. أما واخفض جناحك للمؤمنين أظن، المهم الشيخ شرحها مرة ثانية. الفظ الغليظ المراد به هنا غليظ الكلام، لقوله بعده: غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. حديث غريب، رواه الترمذي. من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام أنه عرفه مفاسد الفظاظة والغلظة، وذلك أن المقصود من البعثة تبليغ رسالات الله إلى الخلق، وهذا لا يتم إلا إذا مالت قلوبهم إليه. فلذلك أحبابنا، أول شيء ينبغي على الداعية إلى الله أن يحبه من حوله. إذا لم يحبك من حولك لن يستمعوا إليك، لن يقبلوا عليك. قال: وسكنت نفوسهم لديه، ولا يحصل ذلك إلا إذا كان رحيما كريما يتجاوز عن ذنبهم ويعفو عن إساءتهم ويخصهم بوجوه البر والمكرمة والشفقة. فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول مبرئا عن الغفلة والفظاظة. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه.
وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، رواه البخاري. قوله أعادها ثلاثا سيأتي في باب كيفية السلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، رواه أبو داود. قوله فصلا أي بينا ظاهرا، يتكلم كلمة كلمة بحيث يفهم السامع، وليس بعجلة يدخل الكلمات بعضها ببعض، يفصل بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى أي إنه لقول فصل أي فاصل قاطع انتهى. وفي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، يعني في طريقة الكلام، ولكنه كان يتكلم بكلام بينه فصل يحفظه من جلس إليه. يعني نلاحظ أحبابنا هنا التفسير الأول لقوله فصلا يخالف الحديث الذي ذكره. فسر قوله فصلا أي يفصل بين الحق والباطل، وليس هذا المراد، ليس هذا المراد. المراد بقوله كان فصلا يفهمه، يعني كان يتكلم بكلام واضح بين ليس متداخلا بعضه ببعض. فهنا يعني ما ذكره أولا أي بين، أي بينا ظاهرا إيه يفصل بين الحق والباطل، ليس هذا المراد، والله تعالى أعلم. بل المراد بقوله فصلا يعني هي فسرته عائشة. باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، استنصت الناس، يعني سكت الناس، اطلب الناس، قول لهم إن أنصتوا فإن الرسول سيتكلم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه. قوله حجة الوداع سبق سبب تسميتها بالوداع في الباب 26، وكذلك قوله لا ترجع بعدي كفارا. معنى استنصت الناس، استنصت الناس، استنصت الناس، مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد التي سأقررها وأحملكموها. باب الوعظ والاقتصاد فيه، يعني إذا أردت أن تخطب خطبة ليس لمدة ساعة أو ساعة ونصف، 10 دقائق ربع ساعة يكفي. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة ما أنزل الله من الكتاب والسنة، والموعظة الحسنة ما في الكتاب من الزواجر والوقائع بالناس، يذكرهم ليحذروا بأس الله. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن برفق ولين وحسن خطاب. أمره الله تعالى بلين الكلام مع الكفار، أمره الله تعالى بلين الكلام مع الكفار، فكيف مع إخوانه من المسلمين والمؤمنين، مع أهل بيته، مع جيرانه، مع أصدقائه، فكيف بأولئك كلهم؟ كما أمر موسى وهارون عليهما السلام بقوله فقولا له قولا لينا. وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي إن الله قد علم الشقي منهم والسعيد، فادعهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات،
فإنه ليس عليك هداهم وإنما عليك البلاغ. وهذا الذي ينبغي أن يفهمه كل داع إلى الله سبحانه وتعالى. أنت غير مطلوب منك أن يمتثل كلامك، أنت مطلوب منك التبليغ، وبعد ذلك قبلوا فعملوا هم المحسنون لأنفسهم. أنت إحسانك لنفسك أن تبلغ، وإحسانهم لأنفسهم أن يسمعوا ويعملوا. إساءتك لنفسك تركك التبليغ، إساءتهم لأنفسهم تركهم العمل، انتهى. فلا تيأس ولا تحزن. لذلك من علامة المخلص في الدعوة إلى الله أنه لا ييأس ولا يترك الدعوة إلى الله. ليه؟ لأنه هو يؤدي الواجب عليه فقط، أما ما لا يجب عليه فلا يطلبه، وما لا يستطيعه فلا يطلبه، لأنه هو غير مطلوب منك، غير مطلوب منك أن يستجيب الناس إليك، المطلوب منك أن تدعوهم، انتهى. فادعو، فإذا ما سئلت يوم القيامة يا رب إني بلغت، وهو عالم بحالك، ولم يقول لك لماذا لم يستجيب الناس لك، بل يقول لك لماذا تركت الدعوة إلى الله. أي ادعو الأقوياء الكاملين إلى الدين الحق بالحكمة، وهي البراهين القطعية اليقينية، وعوام الخلق بالموعظة الحسنة. إذا تدعو كل إنسان بما يناسبه، أنت لا تأتي لإنسان مشبع بالعقلانيات فتخاطبه بالروحانيات، لن يستجيب منك. ولا تأتي لإنسان مشبع بالروحانيات فتخاطبه بالعقليات، لن يفهم عليك. فأنزل الناس منازلهم، من كان يعشق العقلانيات فحدثه بالمعقولات، ومن كان يحب ويهوى الروحانيات فحدثه بالروحانيات. خاطب الناس على قدر عقولهم، قدر ما يفهمون، قدر ما يحبون، قدر ما يرغبون. قال وعوام الخلق بالموعظة الحسنة، وهي الدلائل الإقناعية الظنية، وتكلم مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل. ولما لم يكن الجدل من باب الدعوة، بل المقصود منه الإلزام والإفحام، لم يقل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل، بل قطع الجدل عن باب الدعوة تنبيها على أن الغرض منه من الجدل شيء آخر غير الدعوة. الغرض من الجدل إلزام الخصم فقط. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود يذكرنا في كل خميس، يفعل درس بالأسبوع، طبعا هذا للعوام، أما طالب العلم يحتاج كل يوم 10 ساعات، 10 دروس كل يوم، 15 درسا في اليوم يحتاج طالب العلم. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. انظر طالب علم، هذا ذاق فعرف، فيطلب الاغتراف. فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. يتخولنا يتعهدنا، أملكم مخافة أكره أن أملكم بضم الهمزة، أي أوقعكم في الملل وهو الضجر، وأما الكراهية فبتخفيف الياء. ومعنى يتخولنا يتعاهدنا، هذا هو المشهور في تفسيرها، وقيل يصلحنا، قال ابن الأعرابي معناه يتخذنا خولا، وقيل يفاجئنا بها، وقال أبو عبيد يدللنا، يا سلام، وقيل يحبسنا كما يحبس الإنسان خوله، وهو بالخاء المعجمة عند جميعهم إلا أبا عمرو، فقال هي بالمهملة، أي يطلب حالاتهم وأوقات نشاطهم، وأوقات نشاطهم. وفيه الاقتصاد في الموعظة لئلا تملها القلوب
فيفوت مقصودها حيث ينسي آخر الكلام أوله. ليكن من تعظه إذا قام من مجلس الوعظ حفظ موعظتك لقلة كلماتها ووجاسة ألفاظها، فلا يحتاج إلى عناء في حفظها. التخول التعهد وحسن الرعاية، والخائل المتعهد للشيء الحافظ له. الله. والمعنى أنه كان يتفقد بالموعظة في المظان القبول ولا يكثر علينا لئلا نسأم. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، علامة مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشندة، أي علامة دالة على فقهه. مئنة من فقهه أي ذلك مما يعرف به فقه الرجل. وكل شيء دال على شيء فهو مئنة له. جميل. كل شيء دال على شيء فهو مئنة له. وحقيقتها أنها مفعلة من معنى إن التي للتحقيق والتأكيد، غير مشتقة من لفظها، لأن الحروف لا يشتق منها، وإنما ضمنت حروفها دلالة على أن معناها فيها. ولو قيل إنها اشتقت من لفظها بعدما جعلت اسما لكان قولا. ومن أغرب ما قيل فيها إن الهمزة بدل من ظاء المظنة، والميم في ذلك كله زائدة. قال أبو عبيدة: معناه أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل. قال الأزهري: جعل أبو عبيد الميم فيه أصلية وهي ميم مفعلة. قيل إنما جعل صلى الله عليه وسلم ذلك علامة من فقهه، لأن الصلاة هي الأصل والخطبة هي الفرع عليها. ومن القضايا الفقهية أن يؤثر الأصل، يقدم يعني الأصل على الفرع بالزيادة والفضل. فأطيل الصلاة ليس مخالفا، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، فأطيل الصلاة ليس مخالفا للحديث الصحيح في الأمر بتخفيف الصلاة، لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة، يعني أطول من الخطبة، وهذا يقتضي أن تكون الخطبة 5 دقائق 10 دقائق أو أقل، لا تطويلا يشق على المأمومين، وهي حينئذ قصد بالنسبة إلى وضعها. كما في رواية لمسلم: كان صلاته صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.